مرحبا فيكم مشاهدينا وحياكم الله معنا في برنامجنا ثلاث نكهات. اليوم بناخذكم إلى عالم جميل من الأطباق الشهية واللذيذة. اليوم في حلقتنا جنون المطبخ جا العصفور بتسوي لنا طبق بحري زبيدي الكل يحبه. بنشوف معاكم شلون طريقته في خضرة الزبيدي. نروح داخل عندها ونتابع معها التفاصيل. شنو الخضرة؟ هي مرق سمك مع العيش مشخوم ادمجوه مع بعض. أيوة. الخضرة لا تبخلون فيها بالخضرة. كمون عاد هذه أم الكمون. سمنة لازم على الوجه. لحد يقول لا وما الخضرة لازم تكون مروق مناشفة. اليوم خضرة زبيدي يمكن طبق اليوم ما نسويه كل يوم. ايه حلو الله طبق اليوم ما نسويه كل يوم. ايه يعني على المشتهات مثل ما يقولون. ايه الخضرة ايه شوية مزعجة معلش امر. بالضبط. ايه بس حلوة الخضرة. حلوة. ايه يعني زبيدي بس بالخضرة أهم طعم الأكلة تفرق عن نقول مطبق الزبيدي. ايه أو الزبيدي المقلي بروحه. أنا جنان يمكن ما أكلتها الخضرة قبل أكثر من 10 سنين. صدق؟ لأن ما أعرف أسويها. أي. وعندي ما شاء الله سهلة ترى. عندي رفيجة تشيخ عليها وايد تسويها يعني بس مو بزبيدي. أي أي لأنه صح؟ صعب. أي أنا أقول لك الزبيدي ما يسويها بزبيدي. أي أي شوية يعني حق الأمهات اللي يعني من كثر ما هم يحبون عيالهم عرفتي؟ فيسوون الزبيدي شويه شويه في صعوبه. اي فاليوم ان شاء الله مشاهدينا انا معاكم راح نتعلم الخضره الكويتيه الاتيجه نسويها جنون المطبخ. نشوفك يا جنان. حطينا الزيت اول شيء. اي ان شاء الله. اي زيت الخضره اليوم راهيه تبارك الله. شوفي الخضره لا تبخلون فيها بالخضره افتخار. شوف خبرتنا اليوم وايدة. اي لازم ولا ما تسوى. ما تسوى بيزة. نحط البصل. اي والله ما عليك امر. اوكي هذا عطني اياها الصب. يلا بس دير بالك القلايب وخري عنا شوي. فاتحاتي بسم الله. نحط دهن بصل هذا كزبرة حب. شنو انا احب؟ كمون. كمون عاد هذه ام الكمون. اها اها هذه حلاتها. انزين نص دارسين. دارسين كزبره واحده. كزبره بودر. لومي اسود. لومي اسود. ها هاد دلاقي من درفعهم هني اربع بس كافي. لومي صحاري. اي نعم. نحط ماجي يعني كانه احسبه كانه مكعب ماجي واحد. ماجي شنو هذا اليوم؟ ماجي خضار. ماجي خضار. ما عندنا والله سمك بس مسمار عدل. مسمار ما نحط وايد. انا احط ستارانيس واحده. ورق الغار جنان تعشقه بالطبقات تقول له فوائد صحيه كبيره. اي احبه انا. والفلفل الحار. فلفل حار. خلصنا هذه نحطها كذي. خلصنا بهاراتنا حطيناها بس خلاص. يلا نروح السوق نمشي. ها انت قلتي خلصنا. خلصنا لا خلصنا 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 الخلطه مع البهار. السوق انا قلت زبيدي ومشتريه شيء بالسوق بعد. شوفي يلا الحين الله يسلم عمرك نحط ثوم. ثوم مدقوق انا خلطتي اليوم ما سويتها تعيس بس حلات الخلطه مالتي الخضراء. الخلطة الخضراء اللي هي فلفل أخضر بارد. أيه. مع ثوم مع زنجبيل مع بصل. هذه جنان تستخدمها حق كل طبخاتها. صدق؟ بس اليوم أنت مو جايبتها جنان. لا ما جبت نسيتها. إنزين الله يسلم عمرك الحين نحط المعجون. إيش فيك تدورين؟ هذه كأنها سوت السمكة من تحت. هذه؟ إيه صبري. ما تقلبينها؟ افتخار كاهو يا بعد عمري. يلا الجدوى.
جنازه تطلون ها والله ما شفت بعد هذا صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. اخري يلا يلا ويلا 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 وي ويا كريم يا هو اهو. انا احب الخثره وايد فيها طماط معجون معجون بس ما نكثر. نحمسه. شنو قلنا الاول؟ المعجون افتخاري ينحمس ينحمس علشان ايه؟ يعطينا نكهه يعني لذيذه وما يخرب المرقه او الطباخ. اي عرفتي؟ درج تمر قفشه واحده ما تصير خثره. اي لازم الصبار تشوفينه عندنا في مطابخنا واكلاتنا وايد يحبونه. زين جنان انا بسالك الحين خل تمر خل تمر شنو حبيبتي؟ الحين الصبار في اللي جاهز بقراش تفضلين اي واحد؟ الصبار الصبار على طريقتنا من الاول من الاول يعني هذاك شويه دوخه. تعالي عصري ودوخه ابي احب الشيء السريع. ما عليك امر بس تحطينه من هناك حبيبه قلب. بس من هناك يا ماما لا تشوفش الله حدك. الحين سلم لي عمرك نبتدي نحمس الخضره. خضرتنا شو اسمه دل اللي هو دل حلوه دل وخضره ها شو اسمه شبنت عرفتي كزبره يعني هذه كم شده وايد. لا انا اقول لك راهي راهي. اي انا احط هذا حلاتها تصير مخضره كذي تاكلينها عدل يعني هذا الطبقه تبي ايه. خضره وايد. اي هذا كيف هم في ناس ما يبون بس انا اقول انه لا تتبخلون بخل الخضره مالتكم. اها اها خلصنا. شوفوا شوفوا شنو زينها حمراء شقراء عيونها زر. وبعدين الزيت الله يعافيكم نستخدمه مال الخثره المطبق الزبيدي المطبق الهامور زيت اللي قالين فيه شنو نستخدمه بالطبخ اكيد هو ما اخذ البهارات وما اخذ الطعام كله. شوفوا بس صدق يعني حتى ريحة جنان شنو حبيبي ريحته باينه يعني ما اخذ البهارات عرفتي. الله يسلم عمرك. العيش الخطره لازم نكسره. اي عرفتي شوفي وين مخرجنا العيش انكسره يعني نقعه بس يكون مكسر. طبعا لاحظي ان انا ما ملحت الحين بملح ها الحين نحمسه كذي الخضره وخلصت حمستنا بس وحطينا العيش. الحين بنملح. الحين بنملح العيش ياكل ها. خليه بعد يمكن بعدين تالي نشوف نزيد نزيده ولا ننقص منه. عاد اليوم يواعه صدق والله لذيذ الخثره وغير بعد يواعه ناطرين يعني الخثره شنو بعد. وبعدين الخثره لازم تكون مروق مناشفه مناشفه. ريزوتو نفس الريزوتو بالضبط. بس عاد احنا على اكشخ يعني زبيدي. احنا خضره زبيدي وخضره وبهارات ونشيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين نزيد عليها. نزيد بعد؟ ها اي لازم. لا لا في مسخنة ظنتي. بس مو الحين خلي شوية. مجهزة. يقبض معاي. أنا دائما الخثرة الله يسلم عمرك يعني أحط دائما فيها فلفل وين فلفل حار الاحمر شفتي إيه؟ وتالي اخر شيء ايوه سلم هديات هديات حبيبتي. بس حط الطماط نفس الطبخه
ايه؟ اخر شيء اكيد هي اللي تعطيها تكون كذي جوسي تهبل. ايه كذي ترى خالصين تهبل. عرفتي ننطرها بس وتالي نحط السمك. السمك مع يلده. مع يلده. انزين عقب ما ان الماي يعني ينشف مره واحده احط السمك ولا قبل ما ينشف الماي؟ لا هو نص الطباخ. نص الطباخ. نص الطباخ احلى. وتالي اقول لك انا دائما احب احط اخلي زبيدية على كتر هذه القلاي واحطها على الوجه. احلى احلى. عرفتي؟ دائما بس اذوق. الله شرعت كم حلوه. الله بدا يبقبق. حطينا سمك. ممكن احط نص والنص بعدين. ترى هذا مقلي نفس هذه. إيه بس انا سالتك قلت لك إيه 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 لا لا تحرقك. انا عاده الخضره اعرفها ان فيها سمك مفتفت. قلتي لي هذا هو اوريدي. إيه انا قاليته إيه مقلي وخالص ومفتفته والحين بحطه. لا وراه يعني خمس زبيدي. هذا زبيدي مفتفتينه. بعد اعطوني جمله ثانيه حقها. شنو غير مفتفتينه؟ مفرطينه. مفتفت منتفينه. منتفينه زبادي منتف مسكين. الله يعينك. اي منتفينا عقب ما قلينا عقب ما تبلناه وقليناه ناخذه عقب ما يبرد ننتفه ونحطه فوق العيش والحمسه اللي مسويتها جنان. نحط الماي نزيد الماي. شوفي شويه لان ابيها انا مروقها فيها ما تصير. لان لما تنحط تحطينها وتحطينها بالسخان راح تمسك زياده. صح عرفتي؟ فحلاتها كذي. ها هذه الخثره ما تكون يامده. شنو الخثره؟ هي مرق سمك مع العيش. زين العيش المشخوم بس ايش سووا؟ ادمجوه مع بعض فصار مرقة خثرة. عرفتي؟ يعني ايه؟ يعني مرقة سمك. مرقة سمك، اي هذه هي الفكرة. ويصير ملبوش شوي العيش بعد. اي. عرفتي؟ يا بنالك مله. روحي لخلي هدية مشكورة. ما يفصحني؟ شو اللي أمس؟ أيوة يبي حبيبتي. لا الله. أقعد كذا. تاتا تاتا ما نبي تاتا تاتا. هواعة مستعيرين على الطبخة. ما شاء الله جنان. ما أدري فكرة العزايم. تعرف تسوي شيء راهي يعني ما تعرف نقصة. لا إيه لا الكل ياكل. حالات الكل ياكل هو وعلي ناس تاكل وناس تطالع. إيه. وي ناس تاكل وناس تطالع. لا ناس تشم. طيب شلون؟ شوف شلون الخضره ما تلاقينها. ها ليش اقول حط وراهي؟ لا تبي خلون بالخضره اللي شو اسمها؟ بالطبخه. بالطبخه. انا ممكن احط كل الجدر كذي بس شنو ابي اخلي طميطات عشان لا يدخلون ده. بسال جنان ان شاء الله بس ما تعصب علي. ليش هذه ما تبي حشو ولا شيء؟ ما ينحط لها حشو بصل. حشو بصل ممكن. آه. بصل شو اسمه بصل نفس الحشو مكرمل من فوق. أيه. ينحط بس مو حشو مقلي. عيل المحموس مال ايه المكرمل مال المشابيس. مال المشابيس. شلون؟ الله تبارك الرحمن.
جهزوا كفاشكم بدون صحونكم، تبسج مومكم وتعالوا وراي. الحين ناخذ هذه ندرفعها. بس هذه لحد يجي هذه حقي. ليش؟ هو بنحطها هني؟ لا عوي. يطالعونها بس. ولا خلنا نقلبها كذي احسن. الله. نزلي 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 ايوه. الله. حالات الحين ناخذ كفاشنا وناخذ صحننا ونمشي. عرفتي هذا الفرق هني الطعم حتى ترى والله العظيم يعني خل لو 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 حمسه ابد عيش مشخول وفرقاعه بطاط تحت يا حلوه. وهذه الطبخه اللي غنت عنها فيروز قالت زوروني كل سنه مره كل سنه مره لان هذا الطبق واحد ما يسوي على طول مستحيل يعني راح ناكل ثاني. انت شفتي سهالته افتخار أيوة والله العظيم ليش لا. ساعات يصير ناس عندهم زبيدي زايد حطوا ثاني يوم يصير ليش لا؟ اي يعني زايد من الويبه صح؟ اي ما فيها شيء. حسبالي انه زايد طالعته قلت الزبيدي وين؟ ما اظن يزيد. خلي ينزل سعره قبل جنان. آه. اي والله غالي. بعد شو اسوي؟ سمنه لازم على الوجه لحد يقول لا وما ها. والله هذا السر يعني اللي يعطي كل طبخه طعم. جربوها وراح ما تستغنون عنها. لابد السمنه هذه يعني ما شاء الله جنان مطبخها نقول طيب خاطر كل الجنسيات الهندي الكويتي حتى ايحاءات مره عندك ايطاليه او شيء كذي سوينا إيه؟ يعني فما شاء الله حزه اللي تطبخ حوشه يدرس وادم وكل واحد على الطبق اللي يحبه. يا علا عامر مطبخك يا جنان حبيبتي حبيبه قلبي وطولتي يعني انا بروح صدق يلا يلا خلاص تاخرت جنان تاخرتي يلا اكرمك الله حبيبتي هات نشيل هذا هذا طبقنا مشاهدينا لازم تشوفونه شوفوا الزبيدية وشوفوا الطماط شكله شلون يعني تبارك الله الأحمر مع الأورنج الألوان وايد خطيرة وأتوقع الطعم أجمل هي ما خلتني أذوق شنو وي صح؟ لا 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 بذوق بروحي بذوق بروحي أبدا والله جنان أكيد والله العظيم لا 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 ها صدق المرة ومعها مهفة لا 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 والله صح بذوق والله بسم الله الرحمن الرحيم ينن حلو ينن حبيبتي طعم الخضره اي عرفت شلون وايد لذيذ يعني هذا مشكلته كثر ما تاكل ما تحس اي اي مو هذا المشكله اي لانه مهروس اي مهروس وينزل بسرعه اي تسلم ايدك وحق عيالكم الصغار ترى اللي ما ياكلون اي ف صغيرات لتوهم مواليد ابو ست شهور من يبلش ياكل يعني طبق تنصح فيه جنان اكرمك الله حبيبتي وتسلم ايدياتك على قولتهم عمرك. ونشكر ايضا مشاهدينا مطابخ الفارسي ولازم تجربون الخضره خضره الزبيدي ونشكر ايضا مريم اللهو وشكر لكم كبير ولمتابعتكم لنا في برنامجنا ثلاث نكات نقول لهم مع السلامه مع السلامه.